إدلب تتصدر مع حمص مشهدية الثورة السورية برمتها، ومن جديد يسلط نظام بشار الأسد آلته العسكرية ونيرانها القاتلة ضد المحتجين المطالبين برحيله، خاصة بعدما شهدت معظم مدن ومناطق المحافظة سيولا بشرية ساخطة على النظام. وهنا غير أهالي بلدة الهبيط الإدلبية اسم هذه المدرسة لتصبح ثانوية الشهيد خالد الموسى. افترشت ساحتها مظاهرات طلابية رفع المشاركون فيها لافتات كتبوا عليها شعارات ثورتهم. الحل الأمني والعسكري الذي يتبناه النظام تثبت الوقائع يوميا فشله، فشل يتعلم النظام دروسه بعد. وبحسب المراقبين فكلما تم تغيير محافظ في مدينة تخرج عن سلطة النظام هذا ما يتكرر في إدلب، حيث عين الأسد اللواء في الشرطة ياسر سلمان الشوفي محافظا لإدلب بعد أن كان قائدا لشرطة حلب. هذا المرسوم يأتي الإعلان عنه في وقت تفرض فيه قوات الأمن السورية حصارا أمنيا شديدا لتطويق محافظة إدلب التي شن فيها الجيش السوري أكثر من عملية عسكرية موسعة، كما في جسر الشغور وجبل الزاوية وغالبية القرى القريبة من الحدود التركية بحثا عن نشطاء ومنشقين عن الجيش. أدت هذه الحملات إلى وقوع اشتباكات بين الجيش ومنشقين بحسب شهود العين، وسط أنباء توجب الحيطة والحذر من انشقاقات وهمية تستهدف الجيش الحر. على الأرض خرج الآلاف من عشرات البلدات والمدن الإدلبية في مظاهرات عارمة وضخمة شيعت فيها شهداء سقطوا في سراقب وفيلون مؤخرا، فيما شد الآخرون من عزم أخوتهم ليتغنوا بالنصر الليبي وليكون أحد الأمس باسم إجاك الدور يا دكتور كما يهتفون. وككل يوم يخيم المساء على مدينة إدلب التي تشهد حراكا مستمرا في شوارع وأسواق حيوية كشارع الجلاء وسوق الصاغة، حتى في ساحة الساعة التي شهدت كغيرها من الساحات على استبداد النظام حسب حشود المتظاهرين هنا حاملين العلم الليبي بعد التونسي والمصري على أمل كرامة بثوب حرية منشودة يرونها قريبة.